فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى شعب الإيمان ذكر سورة بني إسرائيل والزمر، أيضا فضائل في فضائل السور. أعتذر على التأخير. روى المصنف عن عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ في كل ليلة سورة بني إسرائيل والزمر. الحق. طيب إن شاء الله أنتهي بس من هذه الجزئية وأجيب عن كل الأسئلة بإذن الله تعالى. أبشر. يقول الحق أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك والزمر وأيضا سورة الإسراء. ذكر الحواميم. نعم، قال عبد الله بن مسعود: الحواميم دباج القرآن. ومر رجل على أبي الدرداء وفي مسجد، أو قال ابن مسجدا، قال مسجد، أو قال ما هذا؟ فقال: هذا لآل حميم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حين يصبح آية الكرسي وآيتين من أول حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حفظ في يومه ذلك حتى يمسي، وإن قرأهما حتى يمسي حفظ في من ليلته تلك حتى يصبح. وهذا الحديث فيه شيء من الضعف. وعن أبي هريرة: من قرأ هاتين الآيتين آية الكرسي حميم الأولى حتى ينتهي إليه المصير حفظ بها حتى يصبح، ومن قرأها مصبحا حتى حفظ بها حتى يمسي. وفي رواية: من قرأ الدخان في ليله أصبح ويستغفر له 70,000 ملك. وهذا حديث في عمر بن عبد الله وهو منكر الحديث. ومن قرأ سورة الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له. وهذه الرواية أيضا جاءت مرفوعة وهي أقرب ما تكون للوضع، وإن كان فيها ابن الضريس وأيضا الضعف فيه ظاهر. وفي رواية: من قرأ ليلة الجمعة حاميم والدخان وياسين أصبح مغفورا له. وهذا أيضا تفرد به هشام وهو ضعيف. قلت لكم يعني الإشكال في مسألة كلية ما يأتي في فضائل السور. الحق بأنها ضعيفة جدا، وما في يعني الأصل، خذ الأساس والأصل، كل فضيلة جاءت في فضائل السور فهي ضعيفة لم تصح. وفي رواية: اعملوا بالقرآن حل حلاله وحرموا حراما واقتدوا به ولا تكفروا شيئا منه وما تشابه عليكم منه فردوه إلى الله وإلى أولي العلم من بعد كما يخبرونكم وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وما أوتي النبيون من ربهم ولا يسعكم القرآن وما فيه من البيان فإنه شافع مشفع وما حل مصدق ألا وإن لكل آية نور آية النور يوم القيامة إني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول وأعطيت طه وطواسين والحواميم من ألواح موسى وأعطيت فتحت الكتاب من تحت العرش. وهذا حديث فيه عبيد الله ابن أبي حميد قال أحمد: تركوا حديثه، ضعيف جدا ضعيف جدا، لذلك قال تركوا حديثهم. وفي رواية أن رسول الله قال: لا ينام حتى يقرأ تبارك حميم السجدة، قال وقال الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع تجيء كل حاميم منها تقف على باب من هذه الأبواب فتقول: اللهم لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن بي ويقرأني. هكذا بهذا الإسناد، وهذا الإسناد منقطع أصلا، قال البيهقي عنه إسناد منقطع وهو ضعيف.
وفي رواية محمد سعيد الترمذي في النوم فقلت له يا أبا جعفر ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي. قلت بماذا؟ قال بقراءتي رفيع الدرجات ذو العرش ذو الروح. الله أكبر. ويقول يوسف بن موسى سمعت جليلا يقول رأيت إبراهيم الصائغ في النوم وما عرفته قط، فقلت بأي شيء نجوت؟ قال بهذا الدعاء: اللهم عالم الخفيات رفيع الدرجات ذو العرش تلقي الروح على من تشاء من عبادك غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا أنت. وعن سعد إبراهيم قلنا الحواميم تسمين العرش، يعني هذه كل الأدلة التي جاءت في يعني الفضل صراحة لم يصح منها أي شيء، والقرآن كله عظيم وله فضل، لكن التخصيص بالعين لا يرد ولم يرد له أدلة يعني شافية في هذا، ولذلك كانوا يعني يرون أن انشغل الناس بالسنة فأرادوا غير ذلك. ش ش ش فأرادوا غير ذلك، أرادوا 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 يعني اهتبال الفرصة بحمل الناس جميعا على رضى الله عنك يا باشمهندس أحسن الله لك، أسأل الله العظيم والرشاد من أشفيك، أسأل الله جل وعلا أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتك. لكن أنا يعني على الأقل لو تتفقدي الصفحة تدخلين. عامة هذه المسائل كما قلت وهذه الفضائل القرآن كله عظيم، لكن التخصيص بالعين هذا سيصل بالإنسان إلى البدع وأيضا إلى الغلو، والكلام على هذه المسألة كلام يحتاج إلى ضبط، لأن الأجر فيه عظيم جدا، فلا يصح أن يقال بذلك إلا بضابط وحي. نعم. عامة هذه الصور صور عظيمة لها ما لها من الكلام على الأخيرة وعلى عظيم ربوبية الله جل في علاه، فهذا فضلها. عامة يستنبط من ذلك حسن التعامل مع القرآن بالاهتمام بكلية القرآن، تخصيص الفضل لابد له من دليل، لا يعمل بالضعيف مهما كان. هل جائز أن نشاهد صور فديات أمي الميتة في كل حين ونتشارك صورها؟ لا لا تفعلوا ذلك، ما يجوز ما يجوز. ما عليكم إلا التوصي بالدعاء لها والترحم عليها، ما عليكم إلا بالدعاء لها والتواصي بالدعاء لها والترحم عليها، ما يجوز لكم ذلك ما يجوز، وهذا سيقلب أمورا ويفتح بابا سيكون ليس محمودا. رجاء افهموا هذا. المعوذات تمنع العين والسحر صحيح شيخنا؟ نعم هذا صحيح. إذن هنا فريق العمل ليس متحملا هذه المسألة، المسألة عندكم. أي نعم كلهم يخترعون من أجل تهيج المشاعر للوصول إلى الفضائل يعني. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.